الإصلاح هو واجب على كل واحد فيكم. إصلاح ما هو مفسد، إصلاح ما هو فاسد. شاركت أو حضرتم تجمعات عديدة، وتجد الإنسان يقدم برنامج محاوره سكن اجتماعي، قفة الرقال، مناصب العمل. أنا أرى أن من يقدم برنامجه على هذه النقاط إنما يقسم ويقلل من شأن المدعم. الصندوق تحط فيه وثق وتقول أنا وعد ما يشوف فيه، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، وهذا ابن خيه، ومش عارف ولا حشمني. ما كانش الإحسان في الصلاح يا جماعة، ما عدناش الإحسان في الصلاة، ما عدناش الإحسان من أجل وقوف وقفة الحق. الله ندير حاجة، معليش نحيو قائمة تاعنا كاع لجهة، نحطو 12 قائمة، قائمة 2 3 حتى 12، نشوفو القائمة تاع الإصلاح، نشوفو القائمة اللي جاية تعطي حقوق الناس، نشوفو القائمة اللي صح تمثل ولاد عامر، نشوفو القائمة اللي تاع الخير، نشوفو القائمة اللي حقيقة مش جاية بزنس، نشوفو القائمة اللي مش جاية تشري، نشوفو القائمة اللي مش جاية تاكل حق الناس وحق الزعيم. جماعة عندناش برنامج، عندنا فقط خراب، هم دمروا البلاد 40 سنة، 40 سنة هم يدمروا في البلاد والعباد، ولما يشوفوا الناس سحرها ما يرتاحها وعادت إلى رشدها يخرجوها السلاح تاعها. لكن أقول لكم كلمة واحدة، هذه المرة بدل ما يهفوكم ويكلخوكم ويضحكوا عليهم أو يضحكوا عليكم، هذه المرة أنتم إن شاء الله تضحكوا عليهم. مشكلة الجبهة الاشتراكية، إلا راكم تشوفوا فينا صالحين وقادرين نتحملوا المسؤولية وما نخونوش الأمانة، صوتوا علينا، وإذا شفتونا غير ذلك فإحنا نعرضوا حاجة واحدة، أنكم ما تفوتوش وما تصوتوش وما تمدوش الصوت تاعكم لواحد فاز. لأن أقول لك علاه، لأن سيدي عامر تعبت يا جماعة، إياكم والفتنة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي، إياكم والفتنة، إنما دعاؤنا هنا هو وحدة أولاد عامر. بالكلمتنا هي كلمة عامر بن نايل، كلمتنا هي وحدة أولاد عامر، فمن قال غير ذلك فهو كاذب كاذب كاذب. من القلوب هذه المرة إن شاء الله، على ربي وفق الجميع، ربي يثبتنا إن شاء الله. رايحين نبيو بلدية معاصرة بالمدرسات صح، 2017 منها بصح مش 2017 في التاريخ. أنا نوصيكم، ونعاود بكم، سيدي عامر أمانة في أعناقك، العرش أمانة في أعناقك، تيا الكبير اللي راك تعرف وراك لاحق من حق الانتخاب راه واعر عليك الشيء. الصبي هذاك اللي راه يمر راه في ربك، هذاك التلميذ اللي راه يقرا في الكور راه في ربك، اللي مازال ما لحقش الوقت الانتخابات راه امانه في ربنا. احنا اللي ننتخبوا، احنا اللي نصوتوا، على الصالح الافلح، الفالح الافلح اللي يخدم سيدنا. ما ترشحناش ومش ممكن ترشحوا على من اجل السكن، من اجل غرفة رمضان، من اجل قنوات صرف المياه، من اجل كذا وكذا، لان هذه من ابجديات رئيس البلديه ويخدمها بلا مزيد. رئيس البلديه نجم جماعه العضو على قلب واحد، واحنا لا اخترنا القائمه هذه لانها تخدم بعقلانيه، عندها ترشيد وعندها بعد النظر وبصيره، ما همش رايحين البلديه على جماعه.